المسح على الخفين أو ما يلبس على القدمين، خفين، جوربين، أكرمكم الله، هذا البوت أو الجزمة أو كذا، طيب أديداس أو كذا. طيب المسح على الجبيرة والمسح على العمام، انتبه معي، عندنا هذه أشياء نأخذها الآن هنا. مسح على الخفين ما يغطى به القدم سواء كانت جوارب أو أكرمكم الله هذه الجزمة مثلا أو البوت أو الخفين أو كذا، والمسح على الجبيرة، وهذا من باب الفعل، تسمى جبيرة وهي في الحقيقة كسيرة من باب الفعل، والمسح على العمامة، مفهوم؟ طيب يأتينا هل هذه عمامة أم لا. المسح الخفين له شروط، الشرط الأول أن تكون طاهرة، والأصل الطهارة، أن تكون طاهرة وأن يمسح في المدة ولا يزيد عن المدة، يوم وليلة للمقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة. تكون طاهرة وأن يمسح يكون في المدة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يوجد مسح في الحدث الأكبر، وأن تكون ساترة لغالب القدم. الآن عندنا جوارب تستر الرجل دون الكعبين، قصيرة، يعني بعض الشباب يلبس، هل يصح المسح عليها؟ نعم، لأن ساترة لغالب القدم، خفيفة يصح المسح عليها ولا إشكال، مخرقة يصح المسح عليها. تجد بعض الشباب يعني الجورب فيه يعني قطع، يظهر شيء من أصابعي مثلا، لا يضر لأنه ساتر لغالب القدم، مفهوم؟ طاهرة وفي المدة وساتر الغالب القدم، أن ينزعها في الحدث الأكبر ويكون المسح في الحدث الأصغر. طيب هذا ما يتعلق أن يلبسهم على طهارة، فتح الله عليك. الشرط الخامس، ما معنى أن يلبسهم على طهارة؟ يعني عندما لبس الجوربين كان متوضئ، يعني سبق هذا المس، هذا اللبس غسل الرجلين بالماء، هذه شروط خمسة. طيب بعد هذا المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر، كسر قدر الله عليه كسر وجاء إلى الطبيب وضع الجبيرة وهو محدث، حدث أكبر وأصغر لا إشكال. إذن الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أن المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر، المسح على الخفين في الأصغر، المسح على الجبيرة له مدة، والمسح على الخفين قلنا يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلة المسافر، المسح على الجبيرة مدة الضرورة. لو قال له الطبيب اذهب وانزع الجبيرة، ذهب توضأ ومسح عليها، وضوءه باطل، وألا تتجاوز مقدار الحاجة. قال له الطبيب تضع الجبيرة مقدار 20 سنتيمتر، ذهب ووضع له الجبيرة 25 سنتيمتر، فهذا الزائد ما يصح المسح عليه، ألا تتجاوز مقدار الضرورة أو الحاجة. طيب أما المسح على العمامة، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى
أن المسح على العمامة يكون على العمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، محنكة أو غير محنكة. المحنكة التي يعني يكون منها طرف يأتي يعني ويوضع يعني هكذا حول العنق. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فالعمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يمسح عليها، أما هذه ليست بعمامة، خلاص طاقية لا ما يمسح عليها. طيب،